Semoga sesanilah jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa abainah wa umahadina wa jadina wa jadadina wa ahlina wa manasana wa sayiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syayimu lillahi lahum wal fatiha hawadim Semoga sesuatu yang hadrat almarhum almafillah bin Rashid bin Shina Bahri bin Shina Hasan bin Shina Muna Fawzi bin Awalan Sibina Samsatina Amin Khasin Wala zama ila hadrat almarhum jami ahli man hadra fi hadha al-makam Sayyum lillahi lahum al-fatiha A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلى كل هذه النية الصالحة لنا ولصاحب هذا الحاج محمد محي وإياله شيء لله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يرين رين سبابين فقلنا محي dan anak-anak dua ini kan makin juga macam lepas siap le siap lagi ya apa dong benar-benar siap ha? Insyaallah insyaallah itu kita anak-anak dua ini siap kan siap le tapi makabin anak-anak dua ini kan ini sambian sehat sambian hak makabin
tapi sambian nyekake pekabeh iki penampil budaya iki kan bingung. Ya betul. Oh, menawa pekabeh iki bisa betul aja. Iki betul aja sing jelas ya. Kan bingung tapi nang ngono. Terima kasih. Ana iki iki sanya mau bayar iya iki. Kalau lagi laki sanya mau bayar. Minta Mas Kabin senang. Sudah selesai. Tak mudah diwi, tambah itu sekat. Nah, setuju lagi. Oh, setuju. Jadi Mas Kabin kita sambian dua sekat. Dan senang-senang ini tidak pernah kelabakan. Bukan. Iki dan sudah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وستوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وكرمهم بنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ينجلي بهما صدور القلوب ويعتف بهما قلب المحب على المحبوب إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاهقا وأمرا متفقا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل عليما وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه من المعاصي والشهوات واكي
الكمال نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا ما له من الفضل والكرامة: تناكحوا وتكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التحرز والتوكي من الفساد العريض: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأمر الله يجري على قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إن الأمور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم، ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. يا عبد المهي أزوجك وأنكحك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. نعم ساكس يقين ستجا يا عبد المهي أنكحتك وزوجتك مخطوبتك خيرية بنت عبد الرؤوف الذي قد وكلني على تزويجك إياها بمهر 250,000 روبية. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور ورضيت به. الحمد لله. فهل القيام صلى الله على سيدنا على سيدنا محمد وآله وسلم. صلوا على النبي محمد أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله
يا وجهاز سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كادم طابدا يا حبيبي
شفيئا لي وخذ بيدي يوم خوفي الناس والحرج كن شفيعا لي وخذ بيدي يوم خوفي الناس والحرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان نرد رجي أفتى يجي رات العالمين يا وحينا Alhamdulillah, pelaksanaan sebagian ibadah saya sangat mulja ban saya ekapunga sarangkun Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gadinto pelaksanaan ibadah si Arafahki Abdun Nikah saya ampun iakat ki buruh sarang
waladi Abdul Wahid Abdul Muhyi Sarang Raja Epon Khairiyah. Matermuka serang Allah Subhanahu wa ta'ala kelaban barokanah para guru, kelaban barokanah tempat seinsyaallah seepek kelaban barokah gak dintoh iki gak dintoh masjid Darurasat al ben kelaban barokanah esak seeh para dari pihak keluarga Abdul Muhyi ben pihak keluarga Khairiyah juga nan kelaban barokanah isak seen para sedaja penuntut ilmu sebadan ma'had Darurasat iki gak dintoh sedaja santri putra serta sedaja santri putri kenging berokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenging selenan rahmat serta kebelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak sedua Abdul Muhyi sareng Raja Epon Khairiyah itu tiaki juduan semawaddah sakinah mawaddah warahmah juga nan itu tiaki juduan sejumper odiin itunya juga teti tambahan kebajikan sango ibadah teti tambahan ibadah teti kebajikan bagi nang surga pon Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al hadzal 'aqda baina 'Abdul Muhyi wa zawjatihi khairiyah 'aqdan mubarakan 'aqdan laysat 'aqibatuhu firaqan wa la husuman 'aqdan mubarakan lahumā wa عليهما في أولاهما وأخراهما حتى يلقياك وأنت راض عنهما يا رب العالمين. اللهم وسع لهما الأرزاق وحسن لهما الأخلاق وعذهما من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اجعل بينهما يا إلهنا الوفاق ما لا نهاية ولا غاية وجنبهما عن التخاصم والفراق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا النكاح بين عبد المهي وزوجته خيرية نكاحا أبديا سرمديا حتى يلقياك وأنت راض عنهما يا رب العالمين. اللهم اجعل معاشهما معاشا طيبا وحياة طيبة راضية مرضية وارزق لهما ذرية طيبة تكون معقبة عاقبة حسنة تكون سببا لكرة عيونهما إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله. Ya Allah,